الراحل محمد حسني مبارك ابن مصر اللي قال هعيش على أرضها وموت على أرضها، ولما تنحى عن الحكم سلم البلد للقوات المسلحة. هو ابن القوات المسلحة، صاحب الضرب الجوية في حرب أكتوبر المجيدة، أعتقد له ما له وعليه ما على شئنا أم أبينا. فهو الرئيس الراحل اللي قعد 30 سنة ما دخلش مصر في حروب، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته.